أفاض الله هي انطلاقة شوطي الختام ختامي تمهيدي المرموم بهذه الانطلاقات والتحديات الصباحية آخر الشواط هذا الختامي المميز الجميل الذي شهدناه لتقريبا شهر ونصف في متابعة وأداءات متميزة. نسير معكم مع شوط الختامي والخاص بالقعدان، نتابع مبعد العتيق بن سيف بن عبيد بالكديد الفلاسي من يأتي على الصدارة وعلى المقدمة، بينما الحذر للسالم بن حمد بن حمدان الوهيبي على المركز الثاني، ويأتي جرماني هنا للسيد راشد بن علي بن عبيد بن غدير الاكتبي على المركز الثاني وعلى المركز الثالث، بينما المركز الرابع سياف راشد بن سعيد بن محمد المهيري من يقدم على المركز الرابع وخامس المراكز. يأتينا مغادر لأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي من يقدم لنا مغادر هنا على المركز الخامس وسادس مراكزنا. الشميمي عبد الله بن راشد بن خليفة لغفلي من يأتينا هنا بهذا الانطلاق، شعار بن حضروم بهذا الانطلاق وبهذا الأداء المميز الجميل، بينما القادم هنا منادي محسن بن علي بن محمد الوهيبي من يقدم لنا منادي بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل، والقادم النمر سيف بن أحمد بن خريدة السبوسي من يقدم على المركز الثامن. المركز التاسع مبلش لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وعاشر المراكز سعود فيصل بن راشد بن طالب آل شريم المري. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة مع الستة كيلومترات وانطلاقات وتحديات. هنا مبعد لا زال على الصدارة على المقدمة عتيق بن سيف بن عبيد بالكديد الفلاسي المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. الشميمي يأتينا على المركز الثاني هنا بهذه الانطلاقة، عبد الله بن راشد بن خليفة الغفلي من ينطلق بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل هنا بهذه الانطلاقات المتميزة، والقادم منادي محسن بن علي بن محمد الوهيبي من يأتي على المركز الثالث. رابع مراكزنا مبلش لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم مبلش رابعا، بينما خامس المراكز الحذر لسالم بن حمد بن حمدان الوهيبي من الجانب الآخر، يأتي جرمان من الجانب الآخر، راشد بن علي بن عبيد بن غدير الاكتبي. المركز السابع مغادر لأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، ويأتي المختبر السالم بن دغمال بن سالم المدهوشي هنا من يقدم المختبر ثامنا، وعلى المركز التاسع سعود لفيصل بن راشد بن طالب بن شريم المري من يقدمه هنا على تاسع المراكز. والمركز العاشر يأتي الفارس لمحمد بن أحمد بن سيف بن محمد الغفري هنا المنطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذه الانطلاقات والتحديات. نعود مشاهدينا الكرام إلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة. منادي هنا من نادى الصدارة ونادى المقدمة، محسن بن علي بن محمد لوهيبي من انطلق بصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني هو المنطلق الشميمي عبد الله بن راشد بن خليفة الغفلي من يأتينا على المركز الثاني، وعلى المركز الثالث هنا مبلش محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وعلى المركز الرابع مغادر لأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، بينما القادم المختبر للسالم بن دغمال بن سالم المدهوشي يقدم على المركز
الخامس وسادس المراكز. المركز السادس جرماني هنا المنطلق لراشد بن علي بن عبيد بن غدير الكتبي، الوصول هنا من قبل الفارس محمد بن احمد بن سيف بن محمد الغفري ذعناه على في المركز العاشر. ها هو يتسلل في هذه اللحظات ذا الانطلاق الى سابع المراكز. المركز الثامن الحذر سالم بن حمد بن حمدان الوهيبي من ياتي بهذه الانطلاقه. تاسع مراكزنا هنا سياف لراشد بن سعيد بن محمد المهيري، وهناك سعود لفيصل بن راشد بن طالب بن شريم المري على المركز العاشر. هذه هي النتيجة، ها هي النتيجة، وثالث ندى لمراكزنا العشرة الأولى وشعارات خلف المراكز العشرة الأولى أيضا قادمة بالتحديات. ولكن هنا منادي، منادي على الصدارة، منادي على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة محسن بن علي بن محمد الوهيبي المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. 2 كيلومتر ما تبقى على نهاية هذا الشوط. هنا يأتينا المركز الثاني الشميمي عبد الله بن راشد بن خليفة الغفلي، هنا شعار بن حضروم من ينطلق على المركز الثاني. والمركز الثالث مبلش لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف يقدمه هنا على المركز الثالث. المركز الرابع مغادر لأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، والقادم هنا الفارس 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 هنا لمحمد بن أحمد بن سيف بن محمد الغفلي. ويأتينا جرماني هنا بالانطلاق راشد بن علي بن عبيد بن غدير من يقدمه. سادسا سداسية، سداسية جميلة تنطلق بالتحديات. سابع المراكز سياف، هنا يأتينا لراشد بن سعيد بن محمد المهيري، وهناك الحذر سالم بن حمد بن حمدان الوهيبي. هنا قادم أيضا شعار بن خريدة هنا مع النمر لسيف بن أحمد بن خريدة السبوسي، وشعار بن جرش هنا يأتينا مع شاهين عبيد بن سالم بن جرش الغفري المنطلق بهذه الانطلاقة الجميلة هنا بهذه التحديات. ولكن الصدو هنا الحذاف مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامس ايضا قودم، ولكن هنا هنا ياتينا منادي، منادي مع الكيلو الاخير، منادي منادي لمحسن بن علي بن محمد الوهيبي من يقدمه على الصداره على المقدمه على المركز الاول وصداره هذا الشوط. الشميمي في المركز الثاني، عبد الله بن راشد بن خليفه بن حضروم هنا ايضا الغفلي من ياتي على المركز الثاني. الله الله التحديات الاخيره، مبلش محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مغادر المنطلق هنا بهذا الانطلاق، مغادر مغادر هنا لاحمد بن سلطان بن رشيد. ولكن الشميمي 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 على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. الشميمي عبد الله بن راشد بن خليفة بن حضروم الغفلي المنطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ها هو تشاهدونا يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة. إذا الشميمي الشميمي عبد الله بن راشد بن خليفة بن حضروم الغفلي من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. سلام فلي بن معلى سلام على هذا الانطلاق الجميل والتحدي. الناموس مع الشميمي عبد الله بن راشد بن خليفة بن حضروم الغفلي، سلام سلام على هذا الفوز المميز الجميل. المركز الثاني وصل مغادر أحمد بن سلطان بن رشيد. المركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام هنا مبلش محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وياتينا الفارس محمد بن احمد بن سيف بن محمد الغفلي، وياتي منادي محسن بن علي بن محمد الوهيبي. التوقيت الافضل مع الشميمي ما شاء الله
كما عودنا دائما وابدا بالفوز وبالانجازات وبالتحديات. ها هو ياتينا هنا بالانطلاق المميز هنا ايضا 9 دقائق 16 ثانيه جزء واحد من الثانيه. تهانينا لعبد الله بن راشد بن خليفه بن حضروم الاغفري وسلام سلام لإمارة ام القيوين سلام. هنا 9 دقائق 18 ثانيه 4 من الاجزاء من الثانيه ياتي مغادر لاحمد بن سلطان بن رشيد السويدي بينما المركز الثالث مبلش ب9 دقائق 18 ثانية 7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري تهانينا والناموس للجميع وإلى ملخص سباقي صباحي هذا اليوم وزميل حمد